قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. واحد اثنين ثلاثة. أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل والتفاؤل اللي بيجدد جوانا كل يوم مع إشراقة شمس يوم جديدة وصباح جديد، صباح سعيد. أهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس، ورمضان مبارك على الجميع، وكل عام وحضراتكم بألف خير. طبعا كل يوم مع بداية الرسالة هقول لك الجملة دي وهكررها لغاية شهر رمضان ما يخلص. شهر رمضان فرصة، فرصة لو ضيعتها معرفش ممكن تعوضها تاني ولا لأ، ولكن زي ما بقول كل أو طول السنة بقولك أن عندك فرصتين في السنة، الفرصة الأولى في الشتاء والفرصة التانية خلال شهر رمضان. وشهر رمضان يمكن هو شهر بس، ولكن التأثير بتاعه على إنقاص الوزن كبير جدا، التأثير بتاعه على تصغير معدتك كبير جدا، التأثير بتاعه على التحكم في شهيتك وان انت تعود فعلا للتحكم في الشهية من جديد كبير جدا. يعني رمضان مش بس انقاص وزن، ولكن تحكم في المعدة، تحكم في الشهية، وكمان تصغير للمعدة وتحكم في المعدة برضو وحياتك، يعني انك بتتحكم وبتقدر انت تسيطر على كل ايه جسمك بالظبط. طبعا النهاردة موضوعنا هيكون عن السحور، وجبة السحور اللي ناس كتير يا اما بتهملها يا اما بتعك فيها. ناس كتير عندهم السحور ده يا اما ما فيش خالص، يعني انا ما بتسحرش حضرتك وبشرب باكل خياره وانام مثلا. وفي ناس تقول لك بص بقى ده السحور ده، لا ده السحور ده لازم يبقى حاجه تقيله كده عشان اعرف انام. طبعا ده غير صحيح وده غير صحيح، لازم وجبه السحور تكون متزنه. لو انت مش ماشي معانا على النظام وماشي على لايف ستايل، فلازم تعرف ان وجبه السحور لازم تحتوي على عناصر غذائيه كامله كده، يعني حاجات كتير جدا مع بعضها كده علشان تديك الطاقة على قد ما تقدر خلال اليوم، الطاقة اللي هتخليك ان انت تتحكم في شهيتك مع الفطار. يعني في ناس للأسف الشديد ممكن تكون بتاكل كتير جدا، ولكن بتلاقيه بعد ساعتين او 3 ساعات بالكتير جدا جعانين قوي، عطشانين جدا. وبالتالي انت لازم تعرف حاجة مهمة بشكل كبير. يا واد بس يا ولد، يا واد بس يا ولد، خلينا نسجل الرسالة يا ولد. مش عارف نقول لهم ايه. بس عندكم بقى السحور، السحور شيء مهم جدا. السحور الوجبة بتاعتك لازم تكون متزنة، لازم تحتوي على عناصر غذائية متكاملة. ولو انت مش ماشي معانا على النظام تقدر ان انت تستخدم او تحرص على استخدام الفواكه التي تحتوي على الياف، هتدي لك شعور بالشبع لفترة طويلة، وكمان هتحافظ على مستويات المية عندك في جسمك، وكمان هتحافظ على الامساك، وكمان هتحافظ على معدل السكر في الجسم لفترة طويلة جدا. استخدامك للنشويات اللي هي المعقدة اللي هي بتاخد وقت مع الجسم علشان خاطر ان الجسم يعني ايه يدي لك السكر كده بالقطارة ويفضل محافظة على معدلات السكر، مش النشويات اللي هي تروح رفع لك السكر في العالي وبعد كده تروح نازل السكر تاني مرة واحدة وتلاقي نفسك بتجوع مش بتشبع. فاستخدامك للعيش اللي هو الخبز، الحباية الكاملة، الشوفان، الحاجات اللي هي الجميلة دي، هتلاقي ان انت اول الردة او الخبز اللي فيه ردة عامة، يعني هتلاقي ان الجسم بيحافظ على مستويات الجوع بتاعته وكمان على مستويات السكر بتاعه. عشان كده دي نصيحتي ليك، ان انت لازم يكون وجبة السحور بتاعتك هي وجبة معتدلة توفر لك الطاقة لغاية اكبر وقت من اليوم علشان تفضل متحكم في الشهية بتاعتك، علشان ما تجيش في الفطار وتبقى وحش كاسر وعايز تاكل كل اللي قدامك، حتى لو اصحابك بيفطروا معاك ممكن تاكلهم. طيب يعني معنى كده ان احنا ما ينفعش ان احنا نتخطى وجبة السحور. طبعا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الفطور واخروا السحور. ان احنا لازم نأخر السحور ونعجل بالفطور، ما ينفعش ان احنا اللي هو نسيب الفطار ونقول ايه لا احنا بقى نبقى نفطر ايه بعد العشاء، او ان احنا نقول ايه احنا بقى ايه نتسحر مثلا ايه على الساعه 11 كده قبل ما ننام. لا، حاول ان انت زي يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ان انت تعجل بالفطور، اول ما الاذان المغرب ياذن افطر على التمر والحليب، وبعد كده يعني يا سيدي روح صلي المغرب وارجع افطر الفطار بتاعك، وبعد كده سيب مسافه خلاص لغايه قبل الفجر، نام اعمل اللي انت عايزه، وبعد كده اصحى قبل الفجر بشويه وابتدي اتسحر.
طبعا الناس اللي تقول لك بقى انا عايز احبس بقى ايه بكوبايه شاي، ها اهم حاجه تحبس بكوبايه الشاي. طبعا تحبس بكوبايه الشاي دي يعني كوبايه الشاي هتخليك تدخل الحمام كتير، هتفقدك ميه كتير، وبالتالي هتسبب لك في جفاف اصلا وانت مش ناقص. فبالتالي يعني بلاش تناول الشاي والكلام ده، لان ده هيعمل لك يعني ايه، هتلاقي ان انت اصلا يعني مش يعني شيء مش مفيد. يعني تقدر ان انت مثلا ايه يعني نصيحه يعني ما حاول تبعده عن الوجبات يعني عامه. يعني طيب تناولك الوجبات الثقيله هيبقى ايه الناتج منه؟ الناتج منه انتفاخات، تقلصات، هتلاقي طول اليوم انت تعبان، هتلاقي طول اليوم انت عطشان، وخصوصا الناس اللي بتاكل مخللات يعني بتاكل حاجات فيها صوديوم عالي، هتلاقي نفسك ان انت خلال اليوم انت مش سعيد، يعني انت مش مبسوط، هتلاقي معدتك عماله تكركب كده واصوات كده غريبه جدا. وعشان كده حاول ان انت دايما ان انت تناولك لوجبات متزنه خلال السحور، هتلاقي نفسك راحه في المعده، هتلاقي مفيش عندك امساك، هتلاقي عندك الدنيا ماشيه زي الفل، هتلاقي ان انت مبسوط، هتلاقي نفسك ان انت طول اليوم تحس ان انت تقول والله انا مش جعان خالص، تيجي ساعه الفطار انت جسمك متزن وتلاقي نفسك مبسوط ومش عايز ان انت تعك وعايز تكمل في الرجيم وهكذا. عشان كده دي يعني من اهم النصايح النهارده. طبعا يعني الناس لازم تلتزم بالنظام، يعني الناس اللي ماشيه معانا على نظام المسابقه في رمضان طبعا يعني لازم تلتزم بالنظام. ما ينفعش ان انت يبقى عندك نشويات تقللها، ما ينفعش ان انت يبقى عندك فاكهه في النظام تشيلها وتقول عايز اخس بسرعه. صدقني هو النظام متزن، وزي ما قلت قبل كده ما تخافش ان النظام فيه وجبات مفتوحه كل 3 ايام، يعني كل 3 ايام في وجبه مفتوحه، ما تقلقش، لان انت زي ما قلت كده في الرساله بتاعت امبارح ان انت عندك 8 ايام فيهم وجبات مفتوحه. انت اوريدي رمضان 4 اسابيع، فانت كل اسبوع بيكون عندك في الطبيعي بيبقى عندك وجبتين مفتوحين، فاحنا قسمناهم. بالعكس ده نظام رمضان هيكون قوي جدا، لانه 3 ايام في وجبه مفتوحه وفي وجبه سحور، وبالتالي يعني هو يعني اكتشوال كل 4 ايام، وبالتالي انت يعني الموضوع هيبقى بالنسبه لك مع الصيام كمان، فهتلاقي ان النظام هيبقى يعني ايه بيجيب النتيجه بشكل احسن وافضل. فالصيام هيظبطهولك، الصيام في رمضان هيظبط لك الاداء كمان شويه، وبالتالي هتلاقي نفسك الدنيا ظبطت. هل معنى ده ان نظام الصيام المتقطع كويس؟ لا طبعا، لان ربنا شرع لنا الصيام مره واحده في السنه، شهر واحد في السنه، ما ينفعش ان احنا نستخدمه كلايف ستايل او نستخدمه يبقى هو ده حياتنا. صدقني هتلاقي نفسك ان انت بعد كده بتتعب بشكل كبير، معدتك هتتعب. احنا عندنا شهر واحد في السنه هنستخدم فيه النظام زي ما احنا ماشيين بيه ده، هتنعم بالصحه والسعاده. مش هتمشي على النظام ده مش هتنعم، هتلاقي النظام حتى عندنا يعني في اكل كتير خلال رمضان، وفي وجبات مفتوحه 8 وجبات مفتوحه، وهتلاقي الدنيا سلسه شويه، لان الصيام بيبقى برضو متعب بالنسبه لينا كناس بتحاول ان هي تخسر وزنها، لان اوريدي هتلاقي الدنيا معاك يعني بنحاول نحافظ على المعده ونحافظ على تاثير اللي هو الدايت مع الصيام في ان هو ممكن ياثر على المعده، وبالتالي لازم ان النظام يكون متزن، لان في انظمه بتلاقي يقول لك مثلا هتصوم 20 ساعه وتفطر مش عارف توستيايه ولا بيضه ولا مش عارف ايه، حاجات كده ايه كلام ما يدخلش العقل. عشان كده صدقني لو انت التزمت بالنظام كما هو هتحقق نتيجه. هتحقق نتيجه قد ايه؟ هتخس قد ايه؟ ده كل واحد ودهونه، كل واحد ومخزونه، كل واحد والتزامه، كل واحد وشطارته، كل واحد ونصيبه. ما ينفعش ان انا اقول لك، ما اعرفش ان انا اقول لك، انا نفسي ما اعرفش، لان دي شيء في علم الغيب محدش يعرفه. حتى اللي يطلع يقول لك هتخس مش عارف 20 كيلو في خلال شهر رمضان ده بيشتغلك، لان هو ما يعرفش. ممكن يكون هو بيطبقه على نفسه، ممكن يكون هو ما بيكذبش لان هو طبقه على نفسه. طب خلاص انا ممكن اطلع اقول لك ان انا ان انت مثلا هتخس، او ان انا مثلا خسيت خلال شهر رمضان 15 كيلو مثلا، تمام كده حلو، انا مثلا حصل لي كده، يبقى انت هيحصل لك كده؟ لا مش هيحصل لك كده. ممكن تخس اكتر، ممكن تخس اقل، في ناس واوزانها كبير فهتلاقي بيخسوا اكتر، في ناس واوزانها اقل هتلاقي. فهي دي نسبه اسمها ريشيو، نسبه وتناسب. النسبه وتناسب، يعني ما ينفعش ان واحد غني قوي هيصرف زي اللي على قده، يعني واحد مليونير مثلا، بلاش مليونير دي، مليونير دي خلاص، لا يعني ملياردير مثلا اكيد مش هيصرف زي الشخص اللي هو بيقبض مثلا 2000 جنيه في الشهر، ده مش هيصرف زي ده. وبالتالي حضرتك
ممكن تكون فقير بالدهون فبالتالي الجسم هيصرف قليل قوي، في غيرك هيبقى غني بالدهون فهيصرف كتير جدا. كل واحد وشطارته وكل واحد ونصيبه، اهم حاجه الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. اتمنى تكون الرساله مفيده، لو شايف ان الرساله مفيده ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه. بشكركم جدا على وصول القناه ل 200 الف مشترك، وبشكركم على صفحتنا على الفيسبوك اللي خلاص تقريبا وصلت ل 2 مليون متابع، واشكركم جزيل الشكر. تحياتي لحضراتكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا واد بس يا ولد.